بسم الله الرحمن الرحيم. واحنا معلش يا شباب نكمل في فيديو تاني عشان الفيديو يعني الاولاني طول مننا شويه، معلش اعذروني. ده تشايلد لذيذ، خلص خلاص تمام مظبوط تمام. بس انا كبيرت الاسطوانه على التشايلد وعملت ايه البريبير من عنده، يعني جيت انا على التشايلد وحطيت الاسطوانه نفس الكوماند ايه كومبليتد كومبليتد تمام. طيب اجي بص على التشايلد كده، اعمل ريفريش، مفيش حاجة زادت عندي هنا. لكن لما اجي هنا مرة اخرى واقول لحضرتك معلش ريفرش هذا الكونسول الاكس تشينج، ريفرش ده كمان، اعمل لي بقى ايه ميل بوكس لمين؟ الادمنستريتور التشايلد ادمن بقى. حضرتك اعمل له كده ميل بوكس كده، خلينا نشيل السبيس دي. انا عملت بريبير لمين؟ للتشايلد. اعمل له سيف كده، قال لي ايرور اكتف دايركتري اوبريشن فيلد على التشايلد انسفيشنت اكسس مش عارف ايه. طيب خلينا نجرب مع واحد تاني غير الادمنستريتور، خلينا نيجي هنا على التشايلد ونكريت نيو يوزر، نيو يوزر نسميه سي اتش 1 مثلا، اي حاجة سي اتش 1. تعالى هنا بعد الباسورد واجي هنا تاني واقول له براوز ما يجيبش برضه الاخ ده، كنسل يوزر سي اتش 1 شوف اتكريت بس ولا لسه اتكريت، يعني له يوزرز هنا ادي سي اتش 1. تعالى نبص عليه تاني، ادي سي اتش 1. تعالى نقول له كده سيف، شوف ده اتكريت له ميل بوكس ولا لا، اللي هو سي اتش 1. ادي سي اتش 1 اتكريت له ايه ميل بوكس هنا وات اكت دوت كوم. ليه؟ لان انا عندنا الاكسبت دومين اللي هو الديفولت، يعني الناس بتنزل ايه على اكت دوت كوم تمام، ومش الديفولت هو يعني الايميل ادرس بوليسي بتاعته مطبقه تمام، هي دي اللي مطبقه تمام. وعشان كده بقى ما رضيش يكريت الادمنستريتور، يعني مش مساله اكسس او بريفليج او حاجه، عشان في اصلا لما يجي يكريت الادمنستريتور بتاع بتاع التشايلد اللي هو ده، حتى لو الياس مختلف ادمن، حتى لو جيت اقول له كده اقول له سيف مثلا كده، يقول لي البتاع دي فيلت. ليه؟ هو المشكله مش ان مفيش insufficient access، عشان مش يعني مفيش داخل اصلا بالادمنستريتور تقريبا، داخل باحمد احمد ده انترفيس ادمن، مش حاجه قدامه يعني تمام في الاكتيف دايركتوري تمام. لكن هو المشكله ان هو لو كريت ده هينزل ايه ات اكت دوت كوم، فهو ايه مش هيقدر كريته تمام. لكن اي يوزر هنا تاني في هنا في النيو يوزر هسميه ادمن، حتى هات حضرتك ادي الباسورد بتاعته اوكي. تعال هنا تاني على الاي اكس واعمل نيو يوزر براوز كده، هتلاقي ادمن هنا ايه موجود عادي خالص، واقول له مثلا ادمن سيف، هتلاقي ادمن نزل عندك ايه عادي خالص مش اي مشكله تمام. بس هو الاسم بس عشان ادمن السيرو اصلا ايه موجود قبل كده تمام، بغض النظر هو في التري في التري او في التشايلد او في الفورست في البيرنت دومين
تمام. طيب انا جيت ابص على التري هنا، قلت يوم طلع لي ايرور يعني، حلو والله الايرورز بتطلع، عشان نشوفها مع بعض يعني. هو انا جيت ارن الكوماند بتاعنا ده بريبير الدومين ده على التري، برضو كبرت الاسطوانه جواها، فقال لي حضرتك والله عندك ايرور. ايه الايرور؟ قال الاكتف دايركتري لازم اعمل لها بريبريشن بالكوماند ده الاول، قبل ما اعمل بريبير للدومين ده اللي هو التري ده للاكستشينج سيرفر. تمام، يعني المفروض انا اجي على الاكستشينج من هنا كده، وارن الكوماند اللي هو مديه لي هنا ده، ارنه من اي مكان يعني، ممكن ارنه حتى من على الدي سي نفسه يعني. اجي على هو بيقول لي ايه، رن الكوماند ده الاول يعني، اعمل سيت اب بريبير اي دي اول دومينز، وبعد كده تعالى رن ده. تمام، طيب انا اجي هنا يعني مركزين في الايرور يعني، هو اصلا جايب لي الحل، بيقول لي اكتف دايركتري لازم اعمل لها بريبريشن بده اولا، بريبير اول دومينز، وبعد كده تعالى على اي بي سي دوت لوكال ده، عشان هو تري اللي هو بينيم سبيس مختلف، اعمل له بريبير. تمام، طيب انا همشي على اللي هو قاله لي، حضرتك ماشي اعمل بريبير اول دومين. تمام، هو اللي انا عملته بس في الفيديو ده وانا فاصل يعني، ان انا جيت هنا في التشايل وكبيرت الاسطوانه هنا، وفي التري كبيرت الاسطوانه، وعملت ايه بريبير من على التشايل اللي اشتغل، ومن على التري طلع الايرور ده، كويس ان هو طلع يعني. وايه قال لي رن الكوماند ده الاول، يعمل بريبير اول دومين، وبعدين تعالى اعمل ايه، يعمل بريبير لمين، للتري. انما ده ايه، تم خلاص، ايه مفيش مشاكل، وقدرنا نكريت ام سوري وقدرنا نكريت ميل بوكس للناس اللي في التشايلد، ومشكله ادمنستريتور عشان هو ايه، اسم الادمنستريتور موجود ايه قبل كده. تمام، طيب حلو، انا هسيب بس يعني ار ده معلش يخلص ونرجع تاني عشان وقت الفيديو ايه ما يطولش مننا. ام سوري نكمل كده يا شباب الحته بتاعه البريبريشن دي. هو انا خدت الميديا وحطها على الدي سي، لان انا حطها على سيرفر تاني كان عايز تراستر، انا خدت بس الميديا وحطها على الدي سي، وقلت له ايه نفس الكوماند اللي هو ايه طلع لنا ايرور بي من شويه على التري، بريبير الاكتف دايركتري بريبير اول دومينز، عشان ايه بريبير مين، التري في الاول. تمام، فانا رنيته منين، من على من على الدي سي. حلو كده، بس هسيبه بقى لحد ايه يخلص وارجع تاني. ماشي، طيب كده ايه تم بحمد الله، كده عملنا بريبير اي دي من على الدي سي، عشان ايه، عشان الايرور ده بتاع اللي هو اللي هو طلع الحاجات الكتيره دي ما يطلعليش تاني. قال روح اعمل بريبير بالكوماند ده اللي هو بريبير اي دي بريبير اول دومينز، وبعدين ايه رن الكوماند ده تاني. تمام، وقال لي اعمل بريبير اي دي، نيجي هنا على التري ونرن الكوماند بتاع ايه بريبير الدومين ده. تمام، على التري من تاني. تمام، هو هنا ايه قال لي اعمل بريبير الاول سيت اب اي دي، فيه مشكله إيه في اخر مره يعني، هنا لما رنناه هنا على ال على التري، لان النيم مختلف اللي هو اي بي سي مختلف، اي بي سي لوكال يعني، وكانه هو دومين جديد غير ال غير غير اكتر دوت اي جي، هو ايه طلع الايرور ده. تمام، فانا قلت له تاني ايه اعمل لي بريبير للدومين ده، عشان اقدر لما اجي هنا واقول له نيو اقدر اشوف الناس اللي في تري، واقدر كريت لهم ايه، كريت لهم ايه من البوكسز. طيب ماشي، انا هاجي هنا على التري قبل ما يخلص ان شاء الله يعني من غير ايرورز يعني، اجي هنا اقول له ايه اعمل لي نيو، نيو خلينا في يوزرز هنا، نيو يوزر اسمه تي ار 1، عملنا تي ار 1 اهو. نقفل كده الاخ ده، نحاول ايه نشوف تي ار 1 كده.
تي ار 1 برضه ايه مش موجود، تمام. فانا استنى ما يخلص بريبريشن هنا ونرجع نشوف ايه القصة دي تاني، تمام. طب نكمل شباب الحتة بتاعت البريبريشن بتاعت تري. احنا شفنا خلاص التشايلد خلاص اتعمل، يعني لا دي حاجة تانية مالناش دعوة بيها، بتاعت التشايلد ايه خلاص تمام. التري بس كان عايز تراستر بس، عشان كده كان كل شوية بيطلع لي ايرور. فانا جيت هنا ورنيت ايه الكوماند ده. على فكرة الكوماند بتاع السيت اب ده له كذا شكل، يعني ممكن اقول له ايه سيت اب دوت اي اكس اي سلاش بي اي دي بريبير اول دومينز، او بريبير دومين الفلان، تمام. له كذا شكل يعني بي اي دي بريبير اول دومينز نكتبها على بعضها كده، او بريبير دومين كولوم موديل اسمه الدومين كده يعني، تمام. اي واحد منهم ايه تمشي. فلما انا عملت بي اي دي ده من على الدي سي او من اي مكان، جيت هنا على الاكسشينج. على فكره انا في التشايلد احتجت ان اجي هنا واقول له بريبير الدومين اللي اسمه سي اتش دوت اكت دوت اي جي، تمام. لكن انا هنا في التري لما جيت اديله الكوماند دي اصلا قال لي ايرور. ليه؟ قال لي حضرتك روح هنا على الدي سي واعمل ايه بي اي دي بريبير اول دومينز، والتري لوحدها عشان نمس بيها مختلف هيتعمل لها ايه بريبريشن. يعني مش هاجي على التري ورن نفس الكوماند بتاعي إيه؟ اللي هو انا رنته على التشايلد اللي هو ايه بريبير الدومين الفلاني، تمام. هو ده بس ايه الاختلاف ما بينهم، حلو كده. طيب انا هاجي هنا بعد ما عملت بريبير اي دي اقول له تي ار 1. ده تي ار 1 ده انا يوزر كنت كريته هنا، تي ار 1 يوزر كريته هنا في الاكتف دايركتوري يوزرز اند كمبيوترز بتاعت، سوري عم بيرو ده كل شويه بس نيجي هنا فلو اكتف يوزرز اند كمبيوترز هنا في التري. خلينا نفتح دي عشان اوريكم ايه الكونفيجريشن بارتيشن والسكيما بارتيشن عاملين ازاي. هنا انا مكريت هنا في اي بي سي دوت لوكال تيست بي دي مكريت فيها يوزر اسمه اي تي ار 2، تمام. تي ار 2 اكزيستنج يوزر كده شايفين كده، الاثنين دول ما كانوش ظاهرين معايا، تمام. اللي كان ظاهر معايا بس مين بتوع ايه بتوع التشايلد اللي هو كان قبل كده واحد من شويه انا مكريته. بس الادمنستور طبعا مش هيرضى عشان ايه، عشان اصلا هو موجود عشان الاسم بس موجود، ان يعني اصلا مفيش مشكله ان ايه اكريت لاي حد في التري او في التشايلد ميل بوكس، حلو كده. طيب يبقى انا ايه قدرت انا اشوف الناس اللي في التري بعد ما عملت له ايه، بعد ما جيت هنا وقلت له بريبير اي دي بريبير اول دومينز. الايرور اللي كان بيطلع لي كل شويه ده مش مشكله في الكوماند او كده، هو بس ايه المشكله ساعات الدومين الجديد او التري الجديد او الشيل يبقى محتاج ايه ريستارت، بس هي دي ايه اللي كانت المشكله، تمام. هاجي اقول له حضرتك ماشي كريت لي ميل بوكس لهذا الشخص، تي ار 2 تي ار 2 ايه اتكريت تمام وخلاص، تمام. تي ار 2 فيه مشكلة، تعالى تاني كده نقول له اعمل لي تي ار 2 اهو سيف كده سبيسيفايد required receive required تي ار 2 اصلا موجود ماشي، تمام كده. فده ايه تي ار 2 اتكلت معايا اللي هو موجود اصلا فين في اي بي سي دوت لوكال، حلو كده. انا باجي بقى شويه دلع بقى كده هاجي هنا واعمل ايه اكسبت الدومين للناس مثلا اللي في اي بي سي دوت لوكال اي بي سي دوت لوكال وقوله ده اوثوريتيف دومين قشطة ماشي. واجي هنا اعمل دومين تاني للناس اللي في سي اتش دوت اي سي تي دوت اي جي عشان ايه يبقى ايه ات اسم الدومين بتاعه ات اسم الدومين بتاعه، تمام. واجي هنا اكونفيجر ايميل ادرس بوليسيز
البوليسي دي مثلا دي بتاعت انا سبيسيفاي مين ده سي اتش ده اقول له ماشي ده بتاع مين ده، بس نفس الايرور نفس المشكله دي بس مشكله ايه براوزر تمام. حتى لو بتقول له سيف هيطلع لي ايرور مش هيرضى يعني عشان الاس ام تي بي مش باين تمام. بس هي ايه حتى بس يعني زياده يعني لو انت عايز تعملها انك تعمل ايه اكسبت الدومين هنا وتعمل ايميل ادرس بوليسي بحيث الناس بتوع تي ار 2 مثلا ده زي في اي بي سي او ده في التشايلد يبقى ايه ات اسم الدومين بتاعه تمام. فانا برضو ايه نعملها عشان نبقى كملناها للاخر يعني نفتح الاي اي بتاع الاي اي ونكتب فيه ايه الحاجات بتاعتنا دي نفتح الاي سي من على الاي اي هنا بسم الله الرحمن الرحيم في الكلام ده كيو فيور ماشي كل اللي نعمله بس هنعمل اكسبت الدومين وايميل ادرس بوليسي هنا وهنا للتري وللتشايلد. بس خلينا بس ايه نيجي نعلم الناس دي بحاجه تاني برضه تي ار 2 اقول له مثلا ايه ده في الكومباني بتاعته او في الاوفيس بتاعه مثلا ده في التري فرضا يعني او خلينا في الكومباني عشان تبقى ايه حاجه موجوده في الاكستشينج برضه كومباني تري حلو كده نقفل ده نيجي على التشايلد ونيجي على مثلا ان احنا مكريت له ميل بوكس هو مثلا سي اتش 2 اقول له بروبرتيز هات لي حضرتك كده اورجنايزيشن واكتب هنا ايه سي اتش اي ال دي تشايلد في الكومباني بس كده. اجي هنا بقى ايه ادخل باحمد على الادمن سنتر ادي الباسورد باجي هنا في الميل فلو اشفت الدومينز ضفناها خلاص ايميل ادرس بوليسيز ضيف لي يا عم ايميل ادرس بوليسي بتاعت للتشايلد شكلها يبقى عامل ازاي اد سي اتش ده وماشي الاليوس عادي اوكي وايه هتطبق على مين بقى اد رولز كده الناس اللي في الكومباني عندهم سي اتش اي ال دي كلمة تشايلد اوك بريفيو كده مين سي اتش 1 بس حلو كده هو تبع للتشايلد تمام. اقول له سيف مش ابلايد اقول له ابلاي على هذه الايميل ادرس بوليسي ابلاي وكانت واحدة تانية كلوز كانت another one بتاعت ايه بقى؟ بتاعت التري تري اي بي سي دوت لوكال اوكي هتطبق على الناس اللي في الكومباني بتاعتهم كلمة تري بريفيو كده عشان نميك شور كلوز سيف انا اول حاجة توصل عشان احنا ايه عدينا عليها قبل كده يعني بس كلوز جينا على الريسيبينس فرش كده وتغير تي ار والاخ ده بص بس كده عشان ده بس ايه واخد ايه اعلى بريوريتي ومطبقه على كل الناس اللي ميل ادرس بوليسي دي. لكن لو جينا هنا وخلينا مثلا دي أعلى شوية وخلينا بعدها تري لين أبلاي كلوز أبلاي يس كلوز أبلاي يس كلوز تمام. بص كده تي ار 2
هو اللي اتغير هنا بتاع ال children تي ار 2 لسه ما اتغيرش. انا مستني على الميدل بوليسي 3 اعلى من الاكت دوت كوم. طيب تعالى نتاكد من الراجل ده ان الكمباني عنده ايه فيها كلمه 3. خش على organization ونشوف القصة دي. 3 مظبوط. هي بيصير اطلوك اتغير اهو تمام، هي بس بياخد شوية وقت تمام. بس حتة كده زيادة ايه عشان تميز ايه الناس بتوعك دول، الناس اللي في التري الناس اللي في الشايلد. واحنا عملنا بريبير الاكتف دايركتري بتاع الدومين بتاع الشايلد بالكوماند ده، وجيت هنا من على الاكستشينج او من على الدي سي وقلت له ايه بريبير اول دومينز عشان يبريبير مين بالمرة التري تمام. انا قبل اصلا البربير التري لو جيت ابص هنا فتحت الادس اديت وقلت له لو سمحت تعمل كونكت كده على الكونفجريشن بارتيشن، واعمل كونكت تاني على السكيما بارتيشن، هلاقي انا شايف ايه نفس الحاجات اللي انا شايفها من على الاكس من على الدومين الماستر بتاعي سيرفيسز سوفت اكستشينج، شايف ايه نفس الحاجه تمام نفس الحاجة. لو جيت هنا على السكيما بارتيشن هلاقيه هيقعد يلود بقى ايه واشوف الحاجة بتاعت الاكستشينج الكتيرة دي كل الحاجات دي لان هي نفس السكيما. على الشايلد نفس القصة، اجي هنا ادي ايه كونفيجريشن بارتيشن وادي ايه السكيما بارتيشن في كل الحاجات بتاعت الاكستشينج تمام. انا بس كل اللي احتاجته نعمل بريبير الاكت دايركتري للدومين بتاع الشايلد و اعمل بريبير اول دومين عشان ايه عشان التري. انا اشكركم شكرا جزيلا وأسف جدا الإطالة يعني في الفيديو ده. أسألكم ده إطالة الغيب. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله.